قال لها صفيه لي. قالت يا أبا معبد رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة هو قسيم وسيم رأيته أزج أقرن أحور أكحل في عينيه دعج وفي أسفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما وعلاه البهاء حلو المنطق فصل لا هذر ولا نذر كأن منطقه خرزات نظم ينحدر فهو أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحسنه من قريب ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر أنظر الثلاثة وجها وأحسنهم قدا غصن بين غصنين له رفقاء إذا تكلم استمعوا لكلامه وإذا أمر ابتدروا لأمره فهو محفوظ محشود غير عابس ولا مفلت فهز الرجل الذكي رأسه وقال يا ويلك أو تعلمين من هو قالت ومن هو قال لها هذا محمد هذا صاحب قريش وبكل فخر ومن آمنة إلى حواء وبكل فخر قولوا لأبنائكم هذا محمد يوم وصفه العربي وقال هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن